مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. تتأثر إليكم آخر تحديثات الحالة الجوية، حيث تأثر شمال المملكة بالمنخفض الجوي الذي أثر يوم أمس على مصر ومنطقة بلاد الشام ويتحرك باتجاه الشرق، وبالتالي بدأت في المناطق الشمالية من المملكة تنشط الرياح وبالتالي تكون مثيرة الغبار والأتربة، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير، وأيضا تكاثرت الغيوم الركامية وأدت إلى سقوط وتساقط، وأيضا نتوقع أن تتساقط زخات رعدية من المطر في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، منطقة عرعر ورفحاء وسكاكة وبريدة وحائل، وهذه الوضعية يستمر تأثيرها على المملكة أيضا خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الغربية أي منطقة تبوك تكون الأجواء مغبرة وغائمة جزئية، وتسقط زخات رعدية غزيرة من المطر تؤدي إلى حدوث بعض السيول والفيضانات وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية. المناطق التي ستتعرض لهطول أمطار، فبنلاحظ من الخرائط أنه المناطق الشمالية منطقة عرعر بتكون وحائل بتكون الأمطار غزيرة، هذا اللون الكحلي، ثم في المناطق مكة المكرمة وجدة أيضا تكون غزيرة أحيانا، وأيضا منطقة تبوك تكون غزيرة، وأيضا المنطقة الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية بتكون غيوم ركامية وزخات رعدية من المطر. أيضا ينتج عن هذه الوضعية واقتراب هذا المنخفض الجوي من تحرك من مصر باتجاه الشرق، ينتج عنه نشاط هبات قوية للرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في منطقة تبوك وحائل ومعظم المناطق الشمالية، لكن المناطق الوسطى بيكون تأثير الغبار بشكل أقل تدريجيا، يعني كلما اتجهنا إلى الجنوب يقل تأثير الغبار ويتحسن مدى الرؤية الأفقية، لكن المناطق الشمالية بيكون مدى الرؤية الأفقية سيء جدا ويتدنى كثيرا بسبب هذه الأحوال الجوية. وبناء عليه فإن التوصيات والتنبيهات، أول شيء خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الكثيف خاصة في المناطق الشمالية من المملكة، وأيضا شدة وغزارة الأمطار في المناطق الشمالية خاصة منطقة رفحاء والمناطق الشمالية، أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد ينتج عنها ارتفاع لمنسوب المياه وبعض السيول وحدوث بعض الفيضانات، وأيضا من شدة العواصف الرعدية والرياح الهابطة المصاحبة لها. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ومن طقس العرب لكم تحيات.